أفادت وكالة الأنباء الفرنسية ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين لأكثر من 600 شخص منذ بدء التصعيد في الأراضي المحتلة. أضافت الوكالة نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء الإسرائيلي أنه تم أسر أكثر من 100 شخص، لافتة إلى أن أعداد الوفيات ليست نهائية، مع تسجيل إصابة أكثر من 2000 شخص من بينهم 200 في حالة حرجة. الآن غارة بمدينة غزة مكتظة بالسكان، واحد من أكبر الأحياء في مدينة غزة مساحة وسكانا.